إلى معاناة أخرى تشهدها المستشفيات في عموم العراق. المادة التي وثقها نشطاء ونتابعها الآن ستظهر أمامكم كيف انقطعت الكهرباء عن مستشفى الديوانية. نشطاء تساءلوا ما ذنب المرضى الذين يرقدون بالمستشفى في وقت لا تتوفر فيها كهرباء. نتابع. السلام عليكم، شلونكم عيني؟ ها صار فوق النص ساعة طافية الكهرباء مستشفى الديوانية. هاي المرضى ضالة، يعني شنو ذنب هالناس وشنو ذنب المرضى؟ يعني كانوا مرضى عايشين على الكهرباء على الجهزة، يعني شنو ذنبهم صار فوق النص ساعة؟ إلك الله يا عراق، يعني الله يرضى محمد يرضى. هاي صار فوق الساعة الكهرباء طافية مستشفى الديوانية والمرضى ضالة، يعني كانوا مرضى تحتاج كهرباء عايش على جهزة، صار فوق الساعة طافية الكهرباء. الله يرضى يا محمد، شنو هالمشكلة هاي؟ هاي دول يردوا لحاكم جعفري، هذا الحاكم الجعفري شوفوا هاي مستشفى الديوانية صار فوق الساعة ما بيها كهرباء. شاهدتم معنا أعزائي كيف أن المستشفى عاش حالة ظلام تامة. حدث أيضا انقطاع للكهرباء، لكن هذه المرة في مستشفى أبو غريب العام، والناس تتجول بالاعتماد على ضوء الموبايل، وجهاز التخطيط في المستشفى أيضا هو الآخر كان عاطلا بحسب ممرضات في المستشفى. ساعة كهرباء ماكو.